هل كان رئيس الوزراء نتنياهو محقا في حساباته هذه المرة؟ أم أن الأمور بدأت تنفلت من يد الجميع بفعل التوترات الهائلة التي يثيرها التصعيد الميداني والضغوطات المحلية والتدخلات الإقليمية والدولية؟ لمناقشة هذه الأسئلة نرصد الأصداء والآراء في الشارع الإسرائيلي. مرحبا، ما رأيك في العملية على غزة وفي نتائجها حتى اللحظة؟ كان يمكن أن تكون أفضل لو اتفقنا مع المسلمين. أما على الصعيد الخاص، أنا جدة وحفيدي يخدم في الجيش الإسرائيلي. هو ليس في الجبهات الأمامية بل بالخلفية فقط، وعليه فأنا دائما قلق عليه، وأتمنى أن تنتهي هذه الحرب بنتيجة جيدة. من جهة أرى جانب يحاول حماية مواطنيه عربا ويهودا وتفعيل القبة الحديدية للحماية، ومن الجهة الأخرى أرى جانب إرهابي يفكر ويستخدم المدنيين ويحتمي بهم في القضاء على اليهود. الحرب ليست شيء نريده، ولكن يجب أن نفعل شيء لإيقاف الاعتداء. أي بلد قد يحتمل أن يستمر الاعتداء عليه؟ انظري، لقد أوقفوا اعتداءات حزب الله، ويجب أن يقوموا بشيء لمنع اعتداءات جديدة. أعتقد أنها عملية ضرورية جدا. لا أحد يستطيع العيش تحت أصوات الصواريخ والرعب في الجنوب. ما رأيك بما يقوم به نتنياهو في غزة؟ أعتقد أن ما يحدث في غزة وما يقوم به نتنياهو ليس جيد فحسب ولكن ممتاز. هو ينهي الأنفاق والاعتداءات وأنا سعيدة بذلك. كيف تنظر للعملية في غزة؟ هل في رأيك أن نتنياهو استطاع تحقيق أهدافه من الحرب على غزة؟ أعتقد أنها عملية معقدة لأن حماس تختبئ في مدارس وأنفاق التي تضربها الصواريخ. هل تستطيع إسرائيل إنهاء هذا الوضع من غير التضحية بحياة الأبرياء؟ ولكن هذا لا يبرر القتل، ولكن حياة الناس من هنا وهناك يجب أن تفهم أنها مهمة لكلانا. هل في رأيك أن نتنياهو استطاع تحقيق أهدافه من الحرب على غزة؟ لا أعتقد أنه يستطيع تحقيق أي من الأهداف التي أرادها، لا الآن ولا في السنوات السابقة. لا شيء يمكن أن يتحقق بالغصب والقوة. هناك أناس يطالبون بحقهم في الحرية، هنالك جهل وعدم معرفة للآخر، وتصبح دائرة مفرغة من الجهل التي تجعلهم يعتقدون أن العرب كلهم إرهابيين. وعليهم أن يفهموا أنهم بشر، ويجب أن يكون هناك طريقة للحل. نحن لا نحاول حتى معرفة الجانب الآخر. إذن هي دائرة الغضب المغلقة التي تنفجر إلى حروب تأتي رحاها على الأبرياء. لليوم على الحرة مرفت العزة من القدس.